السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بكم بفيديو جديد على قناتنا، واللي هو راح يكون درس كامل كيف تكون او كيف تصور بالجوال. كيف تصور بالجوال؟ يعني تحول من هيك لا هيك. تمام، شوفوا الفرق اللي صار، ولكن فرق شاسع جدا. خلونا نبدأ ونقولكم شو هي الأخطاء اللي عم تعملها بشان يطلع تصويرك بشع هيك وما نو حلو. أول غلط واللي هو الكاميرا تبعك. أنت تستخدم كاميرا الجوال، فنصيحة مني لإلك لا تصور قبل ما تمسح الكاميرا بمنديل أو أي شيء. فانتظروني راح أجيب منديل وراح أمسحها أمامكم. هاي جبت منديل، راح أمسح العدسة. تمام، شوف التصوير اختلف بشكل كبير. تمام، خلصنا من الشغلة الأولى واللي هي مسح المنديل أول شيء. الشغلة الثانية واللي هي صوت الفيديو يقطش ويطلع فيها صوت خارجي وتسكير ابواب وفتح ابواب ما بعرف شو، فلذلك ركب لك على القليل سماعة بتخلي البني ادم اللي عم بيتفرج على الفيديو بيفهم عليك، يعني فقط سماعة بتكفي حال. فخليني اركب السماعة او المايك الصغير اللي عملته انا، وخلونا نشوف شو راح يكون النتيجة. تمام، الآن عدت لكم بعد ما ركبت المايك جيد نوعا ما، واللي هو عم يعطيك صوت أجمل وبأصوات خارجية أقل، فلذلك ركب مايك. شو ما يكون المايك عندك، إذا كان مايك حقيقي أو مايك سماعة، ركب مايك ليمنع وصول الأصوات الخارجية بشكل كبير إلى الفيديو. خلونا ننتقل إلى الخطوة التي بعدها. الخطوة التي بعدها، شوفوا يعني أنا مثلا هلا هيك، ها بيجيك ما مشط شعره، بيجيك أحيانا لابس تيشيرتات محلو، طبعا ما لابس تيشيرت محلو. تمام، الواحد لازم يعدل شعره قبل ما تعمل أي شيء مشط شعرك. فمثلا هلا روح مشط شعري وارجع لكم. تمام، هاي تمشيطي اللي استعملها دائما، وهيك أعتقد أننا خلصنا كل شيء. بس الفيديو ما طلع حلو. ضل اهم شغلة هي الاضاءة. بلا اضاءة يا صديقي ما راح تستفاد شيء. انا عم صور مسائيا وما راح استفاد من اضاءة الشمس، لانه ما عندي اضاءة شمس. فراح شغل الاضاءة اللي عندي وراح تشوف الفرق الشاسع. 1 2 3. تمام، خلصنا. شوفوا فرق شاسع كبير، فرق شاسع كبير. فإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، وطبعا الجرس التنبيه عشان يصلكم كل شيء جديد على قناتنا. وشكرا لكم لدعمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.